السلام عليكم مشاهدي الكرام، أهلا وسهلا بكم في حلقة جديدة من قالة الصحف. سنبدأ كالعادة بالصحف الجزائرية، أهم ما ورد فيها من عناوين، ومباشرة نمر إلى استعراض هذه العناوين. نبدأ بجريدة أخبار اليوم. أخبار اليوم فيها عناوين مهمة متنوعة، أهمها الحديث والخبر حول الفضائيات الخاصة، حيث أن وزارة الاتصال تنذر الفضائيات الخاصة. كما أننا نقرأ عنوان مهم في صدر الصفحة دائما يتعلق بفعل الخير أو بالتكافل الاجتماعي إن صح التعبير. جزائر الخير، أخبار اليوم ترصد صور التراحم والتضامن والعمل الخيري في رمضان. في أسفل الصفحة كذلك، جمعيات خيرية شبابية تحقق المعجزة، وخبر في أسفل الصفحة كذلك حول إطارات ومقاولون متهمون بتبديد 30 مليار سنتيم. خبر آخر يتعلق بمواقع الإلكترونية، أخبار اليوم تكشف خطط أصحابها، مواقع توظيف وهمية تحتال على الجزائريين. عنوان ونختم به مع أخبار اليوم في أعلى الصفحة يتحدث عن اختلسوا 400 مليون سنتيم طيلة 6 سنوات، موظفون يستولون على أموال المعاقين. نمر إلى جريدة البلاد. جريدة البلاد كذلك في صدر صفحتها خصصت عنوان لنتائج امتحانات البكالوريا، 55% نسبة النجاح في البكالوريا. وحديث كذلك في أعلى الصفحة عن موجة الحر التي تفرض حظرا للتجوال عبر المدن. خبر آخر يتعلق بما حصل في تونس، تنسيق جزائري تونسي لرفع عدد المناطق العسكرية على الحدود. هذا طبعا جيش البلدين يبحثان مخططا أمنيا جديدا. في أسفل الصفحة هناك كذلك خبر يتعلق برمضان والاستهلاك في شهر رمضان، 500 مليار ماكلة ترمى في المزابل، المبلغ يكفي لإنجاز 700 مسكن، 10 إكماليات أو 14 مركزا صحيا، 200 مليون خبزة تستقبلها القمامة خلال الشهر الفضيل. وعنوان آخر كذلك يتحدث عن مواجهة الغلو والتطرف، مفكرون ودعاة جزائريون يدعون لمواجهة التطرف، حذروا الشباب من التأثر بالمرجعيات المستوردة. نمر إلى جريدة الحوار في صفحتها صورة وزير الشؤون الدينية بن عيسى، عنوان كبير، مطالب بدسترة المذهب المالك، يا إما يحذرون من استفحال الفكر الداعشي في الجزائر. الحوار كذلك خصصت عنوانا في صدر صفحتها للقنوات المتهمة إن صح التعبير أو التي وقع تحذيرها، تحذير شديد اللهجة لخمس قنوات خاصة، تحذير طبعا عن طريق وزارة الاتصال. في أسفل الصفحة خبر سياسي يتعلق بغول، الغاضبون من غول يلوحون بتأسيس حزب جديد، يعني هذا يبدو أنه مشاكل داخل تاج. نمر إلى جريدة الحياة الجزائرية وخبر يتعلق بتونس، معلومات استخباراتية جزائرية لتونس لكشف خلايا داعش السرية، الجزائر تنشر 25,000 جندي على حدودها الشرقية. وخبر مع صورة آية أحمد في وضع صحي حرج، مصدر مقرب من الزعيم التاريخي يقول هذا الكلام، الزعيم التاريخي الجزائري وللأففس. عنوان آخر كذلك يتعلق بالاستثمارات الفرنسية، رئيس النادي الاقتصادي الجزائري يقول إن الاستثمارات الفرنسية في الجزائر جعجعة بلا طحين. نمر إلى جريدة الشروق اليومي الجزائرية
وفيها عناوين هامة أهمها: الجزائر تعود إلى الاستدانة الخارجية لمواجهة الأزمة المالية، الحكومة ترفع الحظر عن القرار بحثا عن مخارج النجدة، وحوار مع الوزير التونسي للشؤون العربية والإفريقية وهو كاتب الدولة يعني للشؤون الإفريقية والعربية لدى وزير الخارجية التهامي العبدولي يقول لجريدة الشروق: وجود الجزائريين في تونس بعد المذبحة دعم لنا. ويقول كذلك: أصوات خبيثة أرادت الوقيعة بين تونس والجزائر. وفي نفس الصورة، صورة الشاطئ أو أحد الشواطئ التونسية أو ربما يكون الشاطئ الذي ارتكبت فيه الجريمة الأسبوع الماضي، اكتشاف 42 موقعا لتسلل الإرهابيين والمهربين بالحدود الشرقية. نمر إلى جريدة المحور اليومي، خصصت الصفحة الأولى جزء كبير منها لموجة الحر، سمتها موجة حر قاتلة، ارتفاعها تزامنا مع الصيام أحدث حالة استنفار قصوى بالاستعجالات الطبية، 5 وفيات ومئات الإصابات بضربات الشمس. كما أنها خصصت عنوانا يتعلق دائما بتونس: سلال يعرض على تونس المساعدة لملاحقة المتورطين، والجيش يستنفر 25,000 جندي لتأمين الحدود. كما أنا أتحدث عن خبر آخر متعلق بالتعليم وبالتربية: المقتصدون يهددون من غبريت بمقاطعة الدخول المدرسي. وعنوان ثاني: استقرار الخضر والفواكه واللحوم في الأسبوع الثاني من شهر رمضان. حديث آخر يتعلق بتونس أو عنوان آخر يتعلق بتونس: نصف محطات البنزين التونسية تزود من الجزائر، 2300 مليار سنتيم قيمة الوقود الجزائري المهرب إلى تونس. لو نمر إلى مباشرة إلى الصحف الناطقة باللغة الفرنسية في الجزائرية، نبدأ بالوطن، جريدة الوطن الجزائرية لبيتي با دو لا غروند ديستريبيسيون اون الجيري، وفي حديث عن السوبر مارشي الكبار في الجزائر كارفور وغيرها. عنوان آخر نفسه في جريدة الوطن: Introduction de système LMD en Algérie produire des compétences ou des diplômés. طبعا مازال هناك يبدو أنه حديث وجدل كبير حول هذا السيستم الجديد، سيستم LMD. انفوسوار، جريدة انفوسوار طبعا ناطقة دائما بالفرنسية، فيني لا شكارا لو مينيستر دي فينونس، هذا كلامه انتهى يعني التعامل بالسباس بالنقد المباشر. ابارتير دو برومي جوي لو بايمون اون سباس دو بلو دو 1 مليون دو دينار سيرا انتردي. لو مينيستر اي لو مينيستر دي ديفونس لا شكارا ني با او نيفو دان بي كوم لو نوتر. لكن السؤال يبقى مطروح دائما: هل يمكن العمل بهذا القانون الجديد؟ ما في سباس، في فقط تعامل بالشيكات، إذا أخذت شيك بدون رصيد هل القانون يستطيع أن يأتيك بحقك أم لا؟ يبقى دائما سؤال قائم. نختم بجريدة ليبرتي في صدر الصفحة عنوان كبير يتحدث دائما على الالتوماتم دي الأوتوريتي أو تيلي بريفي، نفس العنوان اللي كان في الجرائد العربية، وهو التحذير من سلطة الإشراف في الجزائر لهذه الخطوات الخاصة. سنعود مباشرة لشرح هذه العناوين والوقوف عند أهمها بعد هذا الفاصل. إذن مشاهدي الكرام، نعود للوقوف عند أهم العناوين التي استعرضناها الآن بالتحليل والنقاش مع الزميل صابر أيوب. مرحبا بك صابر، أهلا وسهلا، شرفتنا في هذا اللقاء. هناك طبعا عناوين مهمة كما كنت تتابع معي
لكن خلينا نبدو ربما بعنوان يهم الشباب في الجزائر ويهم من المتمدرسين إن صح التعبير، وهو الحديث عن نسبة النجاح في البكالوريا. 55% النجاح في البكالوريا، نسبة معقولة في الجزائر؟ أعتقد أن النسب في الجزائر لم يعد لها معنى في إطار في ظل وجود النجاح المقصود أو النجاح بالسياسة أو تدخل السياسة حتى في الامتحانات. في بعض المرات يتم مثلا حتى نظرا لتحقيق استقرار اجتماعي معين أو لتحقيق مآرب سياسية، فإنه يتم اللجوء إلى تسهيل الأسئلة أو ربما تسهيل الاختبارات، تسهيل الامتحانات حتى ترتفع النسبة. بطبيعة الحال بالنسبة للجزائر نسبة 55% إن كانت هذه النسبة صحيحة فهي معقولة جدا. النسب العالمية المعروفة وفي الدول المتقدمة تصل النسبة تقترب من التسعينات، من 90% تقريبا. في دولنا مثل الجزائر نسبة 55% نسبة معقولة جدا، نظرا لأنه بطريقة أخرى سوق العمل في هذه البلدان غير متحركة بشكل تستطيع أن تمتص معه كل هؤلاء العدد الكبير من الخريجين وتوظفهم في قطاعات مرتبطة مباشرة بالتعليم العالي. صابر، نود التعليقات سريعة لأنه حتى الوقت يضيقنا، وفما عناوين مهمة أريد أن أتوقف فيها معك. جريدة الشروق اليومي حتى عنوان كبير جدا مثير للجدل، مثير للمخاوف حتى، يقول أن الجزائر تعود إلى الاستدانة الخارجي لمواجهة الأزمة المالية. أعتقد أن الاستدانة ستصبح حتمية بعد سنة أو سنتين إذا استقرت أسعار النفط بطبيعة الحال على حالها. الجزائر أصبحت نهمها زاد للواردات، وبطبيعة الحال لا تصدر إلا النفط، والنفط مع انخفاضه في الأسعار الدولية لا يغطي حتى ميزانية الواردات، وبالتالي فإن تطور العجز في الميزان التجاري الخارجي وتفاقم هذا العجز بالتأكيد سيؤدي إلى الاستدانة من الهيئات والمؤسسات من الخارج معنا. نعم. مع كل أسف. طيب، فيما يتعلق بحادث تونس، طبعا رد الأفعال منذ ذلك اليوم إلى الآن مستمرة في الصحف الجزائرية. الحياة مثلا تقول معلومات استخباراتية جزائرية لتونس لكشف خلايا داعش السرية. البلاد تتحدث عن تسييق جزائري تونسي لرفع عدد المناطق العسكرية على الحدود إلى غير ذلك طبعا من الصحف. يبدو أن كلها تتحدث عن هذا التنسيق الأمني، والجزائر كذلك في الحياة تنشر 25,000 جندي على حدودها الشرقية. هذا التعاون لم ينقطع في النهاية بين تونس والجزائر خاصة في الجانب الأمني، هل سيتدعم أكثر الآن بعد ما حصل؟ أعتقد أن التركيز كثيرا صحيح أنه مهم جدا في مثل هذه الحالات أن نركز على ربما مكافحة الإرهاب والتطرف عن طريق الأمن وعن طريق الاستخبارات وعن طريق الجيش، ولكن عامل آخر مهم جدا وهو العامل الديني، الوازع الديني، أين هم ربما قادة هذه الأمة في المجال الديني ربما لتحذير الشباب من الوقوع في مثل هذه الأفكار، وأيضا البحث عن جذور هذه المشكلة. لماذا شبابنا يتوجه اليوم إلى اعتناق أفكار متطرفة، فتاوى متطرفة؟ لماذا لا يوجد ربما آفاق آخر؟ ربما يعني تقصد أن التعاون لابد يكون في هذا الاتجاه أكثر منه تعاون أمني يجب فقط أن يكون بطبيعة الحال أمني يعني لا يجب أن يكون تاريخي أمني حتى يفتح لهؤلاء ربما المرضى نفسيين أن ينفذوا هكذا عمليات في الأبرياء. يجب اليقظة، يجب أن تكون دائما، ولكن اليقظة وحدها كما قلت لا تكفي، يجب أن يكون معها المقاربة ليست أمني. نعم، ليست أمنية فقط، يجب أن تكون توعية، ويجب أيضا أن تكون فيه محاولة الآن انتقال ديمقراطي حقيقي في دول المنطقة حتى ينزع ربما التبرير أو الحجة من هؤلاء الذين يحرضون ضد أنظمة تحكم شعوبها بالنار والحديد، وبالتالي فإن الإرهاب في مثل هذه الدول يظهر بصفة طاغية لسحب ربما الحجة منهم. يجب بالفعل نشر الديمقراطية في العالم. طيب، نعود إلى الجزائر والعنوان المهم حول الكمية، المبلغ الهائل من المقابل للأطعمة التي ترمى في السلة، في سلة المهملات أو في القمامة. 500 مليار ماكلة ترمى في المزابل، هذا حسب جريدة البلاد. 200 مليون خبزة تستقبلها القمامة خلال الشهر الفضيل. هذا المبلغ تقول جريدة البلاد يكفي لإنجاز 700 مسكن
10 إكماليات و14 مركزا صحيا. يعني مع غلاء الأسعار ومع كل هذا هناك 500 مليار ماكلة ترمى يعني. بطبيعة الحال تبذير ظاهرة غير مقبولة تماما في جميع المجتمعات، ولكن ربما لو ننظر إلى القضية من جانب آخر، حجم ما تبذره الجزائر هو أو ما يبذره الجزائريون هو طفيف جدا مقارنة بمجتمعات استطاعت أن تحقق رفاهية كبيرة في الاستهلاك وتعدت ربما الضروريات وأصبحت بالنسبة لها شراء مواد غذائية لا يعني أي شيء بالنسبة لي في مجتمعات استطاعت بالفعل أن تصل إلى مستويات قياسية في الاستهلاك. الجزائر وغيرها من دول كثيرة عربية هي دول غير مبذرة في الحقيقة، لأنه حتى هذا الأكل حتى الخبز الذي يشترى عندما يرمى صحيح أنه للأسف يرمى في مزابل، ولكن في النهاية يعاد استرجاعه التقاطه، وفي كثير من الأحيان يقدم على أنه علف لربما حيوانات أخرى. هذا معروف في الجزائر بطريقة أو بأخرى. طيب الآن صابر سنذهب مباشرة إلى تونس، ومعي من هناك زميل غفران الحسيني لي وفينا بقراءة في أهم ما ورد في الصحف التونسية. مرحبا غفران. مرحبا زميلي سمير، تحية إليك وإلى ضيفك الكريم وكافة السادة المشاهدين. نستهل جولتنا في الصحافة التونسية الصادرة اليوم بصحيفة التونسية التي أجرت حوارا مع وزير التربية ناجي جلول تحت عنوان منطق الكل أو لا شيء مرفوض، حيث تناول هذا الحوار تعرجات القرارات التي اتخذها الوزير لمجابهة عاصفة الإضرابات في قطاع التعليم، وشخص واقع المنظومة التعليمية في تونس مقرا بتراجع جودة التعليم العمومي، متوعدا في المقابل بالقضاء على التعليم الموازي، وتعهد بهيكلة منظومة الدروس الخصوصية وتفعيل إجراءات شاملة لإصلاح التعليم في البلاد، من بينها بعث كلية تربوية وفرض منظومة التكوين المستمر للمتخرجين من الجامعات، وكذلك التخلي عن منظرة الكاباس. وفي تعليقي على نتائج البكالوريا التي لم تكن في مستوى الأمال، قال ناجي جلول أن نتائج البكالوريا في تونس كشفت وضع التعليم بلا مكياج، وذكر أن الإضرار بشهادة البكالوريا هو إضرار بالأمن. وفي تعقيبه على اقتطاع الأجور ورفض النقابات لقرار الحكومة اقتطاع أجور المعلمين، قال ناجي جلول أنه لا معنى للعمل النقابي في غياب اقتطاع أيام الإضراب. ننتقل الآن إلى صحيفة الشروق وتحت عنوان جزار سوسة تدرب مع دواعش ليبيا، الجزائر تطلق سيف الحجاج لمنع هروب منفذي المجزرة، حيث أوردت الصحيفة أن ساعات بعد تنفيذ العملية الإرهابية في مدينة سوسة احتفل فرع داعش ولاية طرابلس الإرهابي بقتل سياح أجانب على الشواطئ التونسية، وأصدر بيانا تبنى فيه العملية الإرهابية. وخرج مئات الإرهابيين التابعين لداعش صباح الجمعة الماضي في شوارع مدينة سرت احتفالا بالعمل الإرهابي الذي نفذه أحد الإرهابيين الذي تدرب معهم في المدينة قبل أن يعود إلى تونس عبر الحدود الصحراوية الليبية التونسية. وأكد ناشطون في المجتمع المدني للشروق أن عناصر التنظيم قدموا استعراضا عسكريا وسط المدينة صباح الجمعة معلنين عن نجاح عنصر تابع لهم في قتل قرابة 40 من السياح الأجانب. ننتقل ختاما إلى صحيفة المصور وتحت عنوان 15 إرهابيا شاركوا في عملية سوسة تدربوا في جبال سيدي علي بن عون وهربوا الأسلحة من ليبيا عبر مدلين وقبلي، حيث أفادت المصور أن الإرهابيين عددهم 15، وحسب تأكيد مصادر أمنية مطلعة أن العملية الإرهابية التي استهدفت سياحا بسوسة تم التخطيط لها والتدريب عليها في المراحل الأخيرة بجبال منطقة سيد علي بن عون. وأكدت المصادر ذاتها للشروق أن عدد الإرهابيين كان يبلغ 15 عنصرا بين داعم ومتدرب وكذلك من أمن لوجستيا انتقال هذا الإرهابي إلى منطقة العملية. هذا تقريبا مجمل ما كتبته الصحافة التونسية التي صدرت اليوم. شكرا غفران على هذا الاستعراض الوجيز لأهم الصحف التونسية مباشرة من تونس إلى المغرب، وزميل نبيل عبد اللاوي. مرحبا نبيل. مرحبا بك زميلي سمير وبضيفك الكريم وجميع السادة المشاهدين. أبرز العناوين التي تصدرت الصحف المغربية الصادرة اليوم نستهلها بيومية الاتحاد. المغرب يستدعي القائم بأعمال السفارة الإيرانية بالرباط.
فقد استدعت الوزير المنتدب لدى وزير الشؤون الخارجية والتعاون القائم بأعمال السفارة الإيرانية بالرباط، وذلك في غياب السفير المتواجد حاليا خارج المملكة، وأبلغته احتجاج المملكة المغربية الشديد ورفضها المطلق لمضامين التقرير المغرض والمسيء لصورة المملكة المغربية الذي نشره الموقع الإخباري فارس نيوز التابع للحرس الثوري في الجمهورية الإسلامية الموريتانية الإيرانية عفوا. للإشارة، فلم يمر على تطبيع العلاقات الدبلوماسية بين الرباط وطهران إلا شهرين بقليل. ننتقل الآن إلى يومية البيان اختتام مبادرة كرامة، ففي حدود الساعة الرابعة من بعد زوال يوم أمس اختتمت مبادرة كرامة لإخلاء المنازل المحيطة بضريح بويا عمر من المرضى النفسيين والعقليين وترحيلهم باتجاه المستشفيات والمصالح الطبية المختصة بعدد من المدن المغربية. في ذات اليومية البيان، موجة حر شديدة ووزارة الصحة ترفع حالة التأهب. وزارة الصحة أعلنت أنها اتخذت الإجراءات والتدابير الاستعجالية اللازمة لمواجهة الآثار الصحية الناتجة عن ارتفاع درجات الحرارة خصوصا بالأقاليم الجنوبية والأقاليم الوسطى والأقاليم الشرقية. وتأتي هذه الخطوة بعد النشرة الخاصة التي أصدرتها مديرية الأرصاد الجوية الوطنية والقاضية بارتفاع غير مسبوق في درجات الحرارة. نتحول إلى يومية رسالة الأمة بعنوان لها، فرق المعارضة بمجلس النواب تقاطع لجنة العدل وحقوق الإنسان. فقد أكدت في بلاغ لها مقاطعتها لأشغال لجنة العدل والتشريع وحقوق الإنسان إثر اجتماع تمت برمجته من أجل تقديم الوزير المنتدب المكلف بالوظيفة العمومية قانون الحق في الوصول إلى المعلومة، احتجاجا على ما أسمته الصحيفة إجهاز الحكومة على المبادرة التشريعية للبرلمان. وأكدت الفرق احتجاجها على إمعان الحكومة في الإجهاز على المبادرة التشريعية للبرلمان. نختتم جولتنا في الصحف المغربية الصادرة اليوم بيومية النهار المغربية. بن كيران يستغل اسم الملك ومشروع بوجو في الانتخابات. فقد حاول عبد الإله بن كيران رئيس الحكومة والأمين العام لحزب العدالة والتنمية تصوير مشروع بوجو ستغوين الذي سيرى النور بالقنيطرة على أنه عمل للحكومة، وذلك من خلال تحريف الكلام عن مواضعه، حيث حول جلسة العمل التي ترأسها الملك حول تنفيذ الاتفاقيات الموقعة إلى استقبال الملكي، وبين المصطلحين اختلاف كبير. أخيرا، القطار الفائق السرعة TGV 2017 بالمغرب، فقد أفاد المكتب الوطني للسكك الحديدية أنه من المنتظر أن يتسلم المغرب أول عربة فائقة السرعة خلال هذا الأسبوع، مشيرا إلى أن صناعة العربات فائقة السرعة وصلت اليوم إلى مستوى متقدم جدا، على أمل أن ينطلق قطار التجهيز بالمغرب بين طنجة والدار البيضاء في 2017. هذا باختصار شديد أهم العناوين البارزة التي تصدرت الصحف المغربية. شكرا جزيلا لك زميل نبيل عبد الله مراسل المغربية، كنت معي من المغرب. شكرا لك على هذه القراءة في أهم الصحف المغربية. سنترككم الآن بعد أن نشكر الزميل صبر أيوب، شكرا لك على قبولك الدعوة. سنترككم الآن مشاهدي الكرام مع الفقرة الأخيرة، فقرة الكاريكاتير. دمتم في رعاية الله، والسلام عليكم ورحمة الله.